الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. واش بيلاتيست اليوم ولا فيشي اون دوماجي هو حصل مع لي زالبوم وانت جاي تيليشارجي كيفاش حبيت يكونوا لي دروا دوتور وانت بالموتور دروشرش حتى حاجه ما طراتي جديد تبيراتي تما تزيد تعطيه تبريزيل وقالا كاريير كيفاش حبيتو يافونسي هو يولي لاريير صعيبه كي تجي الاخر تسرق خدمه تاع واحد اخر تقبل بها وتقول تاعي وجاي بها اليوم تفتخر. تالي في لا سيمين غدوه لو 3 برايم تعبنا مع الاساتذه وتعبناهم شويه لا بريسيون كيما مدارس نورمال. هذه هي الخدمه تاع البرايم باش يخرج في المستوى. الاساتذه رانا شويه مهبلينهم نعاودوا ايتو مي سي سا هذا هو لو طرافاي باش نخرجوا ان برايم نيشان. فرانشمون انا ريبيتي واش ريبيتينا واش عندكم لي زيكوت وسكونا اي كومبارتيسيون دونك يفودري جوست ريسبكتي لي ديتاي بلال عاشور مولودا ياك دونك هذا هو واحد ما كان يعني مفضل على واحد اخر جي بري لو طون باش نخدم معاكم كاع ايتيك. استاذ طيب راه في سيمانه معنا سيمانه احنا نخدموا معاه سيمانه. استاذ طارق لا ميم شوز استاذ على كوريغرافي استاذ حسن ثاني كل خطره ندريبيتو لا كوريغرافي تو استاذ بالفروني يعطينا واحد لي تكنيك اللي ما عمرنا ما شفناهم دونك حاجه جديده علينا ورانا نتعلموا فيها ورانا نتعلموا كي نديروا نوظفوها في الغناء تاعنا. اليوم الدرس راح يكون عن النطق اللي يقولوا له النطق او مخارج الحروف لارتيكولاسيون لاديكسيون. واحد اللي ما يعرفش ينطق وما يعرفش يحضر راح يكون عنده عائق في الغناء باسكو ديروا في بالنا باللي الكلام الغناء هو تمديد للكلام لو شون سي لو برولونجمون دو لا بارول. نهضروا وبعد نبداو الموديولو وبعد تجي لا ميوزيك سيتادير كيما ننطقوا كيما راح نغنوا لازم تعرفوا باللي اللغة هذه اللغة متكونة من الحروف المفتوحة والحروف مغلقة يعني نقولوا لي فوايل اي لي كونسون. عندنا او سيت اون فوايل مفتوحة وعندنا ام سيت اون كونسون ام. وكيفاش راح يتكون الصوت؟ سي اون ارتيكولون لا فوايل مع لا كونسون. لو كان كاين غير لي فوايل او ا اي او ا راح نهضروا هكذا او ا اي. ناخذوا مثلا اي اسم تاع ناسيما لو كان نحو لي كونسون يعني الحروف المغلوقه واش يبقى ايا نبقاو نهضروا ايا كي تردوا لها لي كونسون الحروف المغلوقه واش تولي ناسيما. هنا الصوت خرج ناسيما اللي خلي الصوت يخرج هو الميم والسين والميم نا النون والميم والسين ناسيما. كي نقولوا ا ما كاش لا سونوريتي ما كاش الوغ نتوما كيما تارتيكولوش الصوت ما يخرجش فهمتوا. ودوك هذه تشوفوها في الاغاني تاعكم. نور الهدى تفضلي.
نشوفوها كيفاه كيفاه راح نخرجوا الصوت من خلال النطق. يلا نسمعوا لها. عشقي في الزين صاحه ايوا ايوانو زاد جراحي سبابي يا اهل الهوى سبابي سبابي يلا وسبابي البال با مراهش يفو لا برونونسي كوريكتومون كيش وراك كي تهضري اهضريها مثلا عشقي في الزين نصاحه لا بالعقل عشقي عشقي في الزين نصاحه إيه؟ غيوانو زاد جراحي ما تزربيش اهضريها لي غير بالعقل عشقي في الزين نصاحه غيوانو زاد جراحي زاد جراحي زاد جراحي زاد جراحي ايه هذه يلا في بابي ياهل الهوى وسبابي ياهل الهوى ياهل الهوى ها يلا عاوداتو وسبابي ياهل الهوى ما تزربش وسبابي انت تقول وسبابي وسبابي ياهل الهوى هاي والله حاجه خرق. زينه الدوح زينه الدوح الدواح زينه الدواح يلا غنيها لي درك عاشقي في الزين نصاحة غيوانو زاد جراحي سبابي ياهل الهوى زينة الدواح واه هذيك عرفتي كلها مليح دوا زينة الدواح سبابي ياهل الهوى زينة الدواح كملوا الأساتذة كانوا واقفين معانا عطاونا دي طاي ما كناش نعرفوهم وخدمنا على الأغاني تاوعنا وتعبنا وإن شاء الله قاعد التعب ما يروحش في باطل وإن شاء الله نكونوا في عند حسن ظن الأساتذة اللي تعبوا علينا باسكو فغي تعبوا علينا وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم نتوما تاني عندك كان بيبليك راه يسمع فيك 500 متر بيبليك تاعك راه يسمع فيك 500 متر والميكرو طفى راكي في حفله والميكرو طفى يا با دي ميكرو 500 متر كيف راح تسمعيه يلا سي حاولي تشوف ايوني غلظان ارواح ما راش يسمع فيك زيدي إلي سيوريان يلي صلى صار زيدي أكتر إيواني غلظان أرواحك نمال إلي سيوريان يلي الفوق جميل طلع لها هذه طلع لها الفوق هذه جميل طلع لها الفوق إيواني غلظان أرواحك أحسن. نمال خير زيدي كملي إلي سيوريان يلي صلى صار إيواني غلظان أرواحك نمال إلي سيوريان يلي صلى صار معايا معايا بهذا الصوت بهذا الصوت يلا بهذا الصوت اللي غنيتي به دوكا اللي فوق سي مينور تاعك هذا ايوني غلظان شكون كنتي ديري حك نمال اللي سيوريان يا اللي صلى صار لي فوق كيما كنتي ديري شتي غلظان ارواحك نمال اللي سيوريان يا اللي صلى صار يا زيدي ايوني غلظان خمين هذوك لي زيكزارسيس كيما كنتي ديريهم إلي سيوريان يلي صلى صال هاي والله سي ميو بي فو بلو انكور بلو فور قولي ويو يا سيدي وسط السلام ويسمتي والسخام
ما فيش في ذي ثرجي ذي ثرقيث تتمنيت غسمة تضرات نسلم اسمي روح تتغالي تذي لمنام فهدر ذا سغف ثروان ما فيش في ذي ثني ذي ثرو ذي ثرجيث مقغف ندام في اللام آه الرس ثيلي الرس ثيلي غيوين عزيز نفلي آه الرس ثيلي الرس ثيلي نتسين سعاد الوالي هزو الفلاون مساء الخير عليكم Donc, semaine est gagnée, malheureusement, frère, parmi les quatre nominés. La famille, nous, et qui est là, sur YouTube, sur Facebook, et qui les réseaux sociaux. تخلا فلون اك تفطيم فلي كدوغا لغار تمزيزلت الحان وشباب ماذا قلت ولا بليك جو ميريت دونك تخلا فلون اك تفطيم فلي في النيميرو 4 صعب الليله ولا الاميره الاميره لقناويه جيني في بالي في زين تصويره الأميرة الأميرة صعب الليلة ولا الأميرة رد بالك أنا الأميرة القناوية جيني في بالي في زين تصويرة للأميرة القناوية ربي الكريم هناني معك خلاني هنا ما كاش قاعد هنا التركيز تاع التنفس ما كاش راك تغني هكذا برك شغل تهدر تيا تيا را 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 صعب الليلة ولا الأميرة للأميرة ولا شد ليه القناوية هاي ولا ربي الكريم هناني معك خلاني سحرنا عايم حذاك بكل لواني أمين أمين شرطو انت على الأميرة أمين 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 يا رب العالمين أمين أمين آي أمين أمين شد دايما تشد شرطو في القراب يا رب العالمين Emancipate yourself from mental slavery. Now unto ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand inside and look? Some say it's just a part of it. We have to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption song, redemption song. اليوم malheureusement j'ai encore été nominé. على هادشي راني اليوم نوجه لكم نداء كما الخطره اللي فاتت عاونتونا بشويه لي اس ام اس على الخطره نحتاجوا شويه اكثر باش بوركوا با غراس افو نكملوا المشوار في ليكول فوالا دونك فوتي نيميرو 1 سلامات القلب واللي تنومينا فاللي تنومينا دركا ولا السمانه اللي فاتت ولا السمانه اللي جايه فودريك يدير في بالو بلي هذه شغل المسابقه و سي لو ميور دونتر فو اللي راح يربح ماشي قاع تربحوا اي اون بلوس سا فا اتر اون بون اكسبيريونس ليكم دونك يفو با سي ميتر دون لا تيت بلي لازم نربح ما كاش منها عادي faudrait juste des primes vraiment dignes de Alhan wa Shabab. التقينا إذن الذين قالوا وحدها الجبال لا تلتقي أخطأوا والذين بنوا بينها جسورا لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا في قانون متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة
ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم ترشيحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 مليك. المترشح رقم 2 شيمة. المترشح رقم 3 عماد. والمترشح رقم 4 ياسمين. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. Toute la semaine, c'est le travail. Alors, n'ayez chouïa enfin. Et l'essentiel, on est bien préparé. Demain, c'est le prime. Inch'Allah, c'est une saade qui n'est pas. Inch'Allah, c'est une saade qui n'est pas. تابوا معنا ياسر الأساتذة، صغتوا الأستاذ طيب والأستاذ طارق والأستاذ بن فروني، نوجه لهم تحيتي ونقول لهم مرسي ربي عايشكم باسكو تعبناهم وتلهاو في لي ديتاي كل باش ما ينسى والو وباش يخليونا آلاز. لي ريبيتيتور تاعنا كيما المسيو طارق المسيو طيب اللي راهم قايمين بالواجب وراهم سهرين معنا وواقفين معنا، غير ان شاء الله باش كيما نقولوا حنا يعطوا نعطوا ان شاء الله صوره مشرفه ونكونوا ان شاء الله من حسن الى احسن. اكو ماركيتو هاي لك احلام ولا شمس وراهم خارج المسابقه وميريبيتيو معكم تطلع شمال ونورمال وسا كونتينيو كيما موالفين. هذه هذا هو لافونتاج تاع الحان وشباب، سي كي تخرج من المسابقه تقعد وتغني وتيا عندك الباساج تاعك ودير كيما اللي راهم في المسابقه كيما راهم في المسابقه. عم بتعلق فيك شوي شوي يلا كمل. وعم حس بحني ولا مرة حسيت بامير اللي عشت أنا. لست أنت لا أنت عالية هذه عالية ولا مازال زي تطلع؟ هي مازال زي تطلع هي طلع نشوف واسيد محال أمبو محال عالية بزيان. أنا مالش يلا غني كان أنا بدأ من الأول وغني لي الغنية كامل نشوفه نشوف سمعني. عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحني ولا مرة حسيت بامير اللي عشت أنا. اللي إنك حاسس فيي شايف شو بيحكوا علي لما بتمرق حدي وبرجف قدام. خليك منهم غني الغنية تركيز. أنا عم بلش حبك هلا أنا بعيونك عم بتعلق بالأيام اللي جاي حدي عم بقشاك. وراها طلع عليها راه هدرت عليها هاني نستنى وكتاش يطلع. هادي أنا عم بلش حبك أنا لما كمل شوفك كمل بتلبك مع إنك بتضلك ساكت قلبي عم يسمعك. أنا عم حبك هلا أنا بعيونك عم بتعلق بالأيام اللي جاي حدي عم بقشاك. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين. لك كيف قدرتي تقسي علي وتقولي لي ما تفيق. آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشيرين
غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بيشتي وبيدي حب سنين ايدي حب سنين شو بيشبهك انتي جات الوعرة وراني نوميني وقالي فانكا لي يبغوني لي يحبوني لي يشتيوني لي يكرهوني لي ما يحبونيش خلاص بطيب لي على النيميرو طروة طروة بلكم تنسى ورق ثلاثة سلام انت حبيبي اللي معه بالعقل انت حبيبي رانا باش ننطقوا انت حبيبي اللي معه تزربي انا احنا جسمو ضد هذاك التزربي في الكلام قراي لي بالعقل انت انت حبيبي ها ان لازم هذه انت حبيبي اللي معه اللي معه يوجعني يلي بيوجعني يوجعني يلي بيوجعه ايه يا طيور يا ناس اسمعوا بحبك انا فوالا غني لا ميم شوز ارتيكولي مليح الكلام تاعك انت حبيبي اللي معه بيوجعني يلي بيوجعه يا طيور يا ناس اسمعوا بحبك انا فوالا يعني نقول لكم الكلام هو الصح هو اللي خرج الصوت ودرك مام لابوي لابوي كان مليح ما غنيتيش فوق درك يلا عاودي لي انت حبيبي اللي معه بيوجعني يلي بيوجعه يا طيور يا ناس اسمعوا بحبك انا مادام الشمس بتشرق انت ومعي ما بتفرق كل العذاب بيمرق المهم نبقى سوا هيدا قدر مكتوب ما إلنا منه هروب بكرة التلج بيدوب المهم نبقى سوا ولا يعطيك الصحة And I will always love you My darling, you bittersweet memories. There is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. سلام tout le monde. Malheureusement, راني nominé. إذا راكم شايفيني إني نستاهل إني نقعد في هذه الكومبيتيسيون جيمري بيان تفوتيو عليا مون نيميرو سي 2 مام حنا باش نخدموا نيشان باش كاين بزاف صوالح هضرنا عليهم سي تري بيان باسي وان شاء الله نقدموكم احسن شي عندنا هما كيما نقولوا الاساتذه تاعنا ولا المشرفين على هذا البرنامج راهم يحوسوا يدخلونا كيما نقولوا حنا في الجو من كيما يسموه من الاحترافيه تكون ان بو كيما نقولوا حنا ان بو بروفيسيونيل دوك تغني مليح تو سرا نوميني تخرج من المسابقه هذا سي ان ديتاي راك في المسابقه وراك تسيي تربح سي نورمال بصح سا نونباج با تقدر تربح ان بوبليك ودير حاله في الساحه الفنيه هذه هي لا بارتيكولاريتي تاع البروغرام هذا تاع الحان وشباب كونتريرمون لي زوتر بروغرام اللي تربح اوكي ما تربحش خسرت تروح للدار كما قال طارق شاكان دو فو عنده ان بوبليك كي اون تران دو لو سويف وراهو يتبع ويسنى عليكم اصحابكم بوزامي بوكولاك تاع الخدمه دونك هذه هي جيسبر ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم ونكونوا عند حسن ظنكم انتوما عند حسن ظن لا فامي تاعي واللي يحبوني نوجد لهم حاجه ملاحه هذه المره كاين حوايج جدد ياسر ان شاء الله يعجبوكم في كلش في الغناء في اللبسه في الستيل تاع الغناء اني متحمسه ياسر وان شاء الله نعطيكم حاجه مليحه ان شاء الله في البرايم هذا ونعوضوا البرايمات اللي فاتوا ان شاء الله
ان شاء الله برك نكونوا في المستوى ونقدموا صوره باهيه ويعطيكم الصحه. سلام. اكلاتيفو سي لا سين موسيقى سي لا جوا سي مي تو تون ريستون كونسونتري في البرايم ها هذه هي دونك اون بو سويت بون برايم اي سي كي فيندرا سورا ميور ان شاء الله. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. متتبعي ومحبي برنامج ألحان وشباب، للتصويت على مترشحكم المفضل ضمن منافسة الطبعة الثامنة، ما عليكم إلا بالتصويت، وذلك بإرسال رقم مترشحكم المفضل عبر الأسماس على الرقم 66025. المترشح رقم 1 مليك. المترشح رقم 2 شيمة. المترشح رقم 3 عماد. والمترشح رقم 4 ياسمين. الحان وشباب، الطريق إلى النجاح. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع. فطنيا على بالك راهي تمشي فيك من ودنك. فطنيا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لدعم الفن والإبداع.